الله تعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. عندما يقف الإنسان عند هذه الآية يرى عظيم المنة التي امتن الله تعالى بها على الناس عندما أخرجهم في تلك الحال التي هم في غاية الضعف وغاية الافتقار، إلى من يأخذ بأيديهم، إلى من يعينهم في التدرج إلى المراتب التي يستغنون بها ويحصلون بها ما تستقيم به حياتهم وتسير به أمورهم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وخص هذه الأعضاء الثلاثة التي هي السمع والبصر والقلب لأنها مفاتيح لكل علم، ولأنه لا يصل الإنسان إلى الحياة الطيبة إلا إذا استثمر هذه الأدوات في تحقيق المقصود من الوجود. إذا كان كذلك فالحياة في ذاتها نعمة، الحياة في أصلها منة من الله تعالى على الناس، تستوجب هذه المنة أن يشكر عليها جل وعلا، وأن يتذكر الإنسان كيف يمكن أن يشكر هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه، فيصرفها حيث أمر بها وحيث وجه إليها بما يعود عليه بالنفع في دينه وفي دنياه.